بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مع 2014 صفية. السؤال الثاني باء، اللي هو عليه 7 علامات، اللي هو حل المعادلتين رقم 1 رقم 2. طبعا حلينا رقم 1، ضل عندي رقم 2. هاي بدي ايش؟ بدي احلها لرقم 2. طبعا رقم 2 عندك اللي هي لوغاريتم 2 4 س تربيع ناقص لوغاريتم 5 س ل 2، هذا كله يساوي ايش؟ يساوي 3. وهي معادلة لوغاريتمية. كيف تتحل المعادلة اللوغاريتمية هاي؟ أول عندك لوغاريتم ناقص لوغاريتم، لوغاريتم ناقص لوغاريتم. شو بتصير؟ بتحط لوغاريتم واحد بس، طبعا الاتنين زي ما هي. هاد ناقص هاد، لوغاريتم ناقص لوغاريتم بصير ناقص، بصير ايش؟ قسمة. قسمة يعني هيك، بصير هذا فوق 4 س تربيع، وهذا بصير وين؟ بصير تحت 5 س. كلات هذا بيساوي 3. اذا اللوغاريتم ناقص لوغاريتم بصير لوغاريتم، هاي الاثنين طبعا 2 و2، الناقص بصير قسمة، يعني 4 س تربيع تقسيم هذا تحت 5 س يساوي ايش؟ يساوي 3. هسه بنحول للصورة الأسية. كيف نحول للصورة الأسية؟ هاي بجيب هيك 2 أس 3، 2 أس 3، 2 أس 3، 2 أس 3 اللي هي كام؟ 8. 2 أس 3 اللي هي 8. 2 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 8. إذا 2 أس 3 اللي هي 8 تساوي 4 س تربيع على 5 س. 4 س تربيع على 5 ايش؟ 5 5 س. عندك هون س تربيع تقسيم س، س تربيع تقسيم س، هاي لاحظ س تربيع تقسيم س اللي هي س تربيع يعني س س س تقسيم ايش؟ تقسيم س، س تربيع س س وتحت في س. لو شلنا س مع س بضل عندك فوق س، ضل عندك فوق ايش؟ س. يعني هون 8 بتساوي الأربعة زي ما هي والخمسة زي ما هي، وحكينا س تربيع مع س، س تربيع مع س بضل فوق بس، بضل ايش؟ س. طيب 4 س على 5 يساوي ايش؟ 8. شو اسوي فيها هاي؟ 8 يعني على 1، وبنضرب ضرب تبادلي. نضرب ضرب ايش؟ تبادلي. 8 يعني على 1، اي عدد 8 اي عدد حط له ايش؟ 1. هون في يساوي، وان 4 س على 5 بضرب ضرب ايش؟ تبادلي. 1 ضرب 4 س، 4 س يساوي 5 ضرب 8، 5 ضرب 8 40. صفت عندي 4 س يساوي 40. بقسم على المعامل على 4 على 4، وهي راحت. ضل عندك مين؟ س يساوي 4 تقسيم 4، 4 تقسيم 4 1، والصفر ينزل زي ما هو. طلعت عندي س تساوي، س تساوي ايش؟ س تساوي 10. اذا لوغاريتم ناقص لوغاريتم، لوغاريتم هذا فوق وهذا تحت يساوي 3. حول للصورة الأسية، 2 أس 3 8، هذا زي ما هو. قسم س تربيع تقسيم س س، اضرب ضرب تبادلي، ضرب تبادلي، بعدين قسم على 4 على 4، تطلع س تساوي ايش؟ س تساوي 10.